بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى. ويسرنا في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا. آمين. أيها الإخوة والأخوات، نستقبل رسائلكم وأسئلتكم على جوال البرنامج 0501785536، رسائل نصية والواتساب فقط. معالي الشيخ عبد الله سعد بارك الله فيكم، هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه آيات عظيمة ذكر الله جل وعلا فيها شيئا من خصائص أهل الهداية، فقال جل وعلا: ويهدي إليه من أناب، أي من كان راجعا رجاعا إلى الله جل وعلا، فإن الله يهديه بأن يرشده للطريق المستقيم، وأن يوضح له الحق ويجعله ممن يسلك الطريق الموصل إليه. ثم ذكر من صفات الذين أنابوا ما في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي أنهم كانوا مؤمنين يقدمون على أفعال الطاعات من أقوال وأعمال واعتقادات، وكان أيضا من صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي أنهم لا يجزعون عندما يتذكرون أن ما يكون في الدنيا من قضاء الله جل وعلا، ولا يصيبهم هم ولا نصب بسبب ما لحقهم من الهموم والغموم وما يتوقعونه في مستقبل أيامهم، لأنهم قد علقوا رجاءهم برب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن علق رجاءه في الله فإنه لن يخيب. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي لا يوجد عندهم اضطراب وإنما هم مطمئنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله قد يكون ذكرا قلبيا بأن يستحضر أن جميع ما في الكون خلق لله سبحانه وتعالى، وبأن يستذكر أن النعم الموجودة هي منة من رب العزة والجلال، وقد يكون من ذلك أن يذكر الله بلسان تسبيحا وتحميدا وتهليلا. ومن هنا فهذه كلها أنواع من أنواع الذكر تطمئن بها القلوب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: إذا اشترى أحد الورثة أرضا عائدة للوالد رحمه الله بمبلغ 100,000 ريال، وتم إيداع المبلغ في حساب الورثة لتقسيمها بينهم، فهل للمشتري نصيب من هذا المبلغ الذي دفعه هو لشراء الأرض أم لا؟ من كان هذا الشراء من الورثة في أنصبائهم فإنه لا يأخذ المشتري شيئا من المال، وذلك لأنه لم يشتري الأرض كاملة، وإنما اشترى أنصاب وحقوق الورثة فيما يتعلق بميراثهم. وأما إذا اشترى عين الأرض، قال: اشتري منكم هذه الأرض، فإنه إذا أودع المبلغ المالي في حسابهم كان شريكا لهم فيه بحسب مقدار إرثه الشرعي، وذلك
لأنه هنا اشترى كامل الأرض من جميع الورثة بما فيهم نفسه، وبالتالي كان شريكا لهم في ثمنها. أحسن الله إليكم. امرأة معتدة مات عنها زوجها وكانت حاملا وأجهضت، فهل تنتهي عدتها بسقوط حملها مع العلم بأن عمر الحمل شهران؟ المرأة المتوفى عنها لها أحوال. الحالة الأولى إذا كانت حاملا عند وفاة الزوج فإنها تعتد بوضع الحمل مهما طالت المدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحالة الثانية إذا لم تكن من ذوات الحمل فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولكن لو قدر أنها كانت حاملا فأسقطت، هل يسقط وهل تنتهي العدة بذلك؟ نقول: ننظر، فإن تبين فيه أعضاء آدمية فإن العدة تنتهي بذلك، كما لو كان في الساقط رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك من الأعضاء. أما إذا كان ما سقط من المرأة ليس فيه أعضاء آدمية فحينئذ لا تنتهي عدتها بذلك، لأن هذا مجرد علقة برحمها ولم يكن حملا قد وضعته. أثابكم الله. انتقل إلى، وهي تقول بأنها عمر شهرين، بأن الحمل قد بلغ شهرين، وبالتالي الغالب فيما كان في سن الشهرين أنه لم يتخلق بعد، ومن ثم فإنها لا يجزئها عدة الحمل، بل عليها أن تنتظر 3 حيض بعد انتهاء مدة مكثها بعد نزول هذا الحمل من بطنها. نعم، أثابكم الله. هذه سائلة تقول: آسف، تجلس 4 أشهر. نعم، هي ليست مطلقة، عدة المطلقة تجلس 3 حيض، والمرأة المتوفى تجلس 4 أشهر و10 أيام. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل الأم ترث من ابنتها المتزوجة بعد وفاتها؟ نعم، إذا توفيت البنت قبل الأم فإن الأم ترث ابنتها، ولها 3 أحوال في الميراث. الحالة الأولى إذا كان للميتة أولاد من ذكور أو إناث، أو كان للميتة جمع من الإخوة، فإنها في هذه الحال تأخذ السدس. والحالة الثانية إذا لم يكن هناك أب للميتة ولا أبناء ولا جمع من الإخوة، فإنها تأخذ في هذه الحال الثلث. والحالة الثالثة إذا كان هناك زوج وكانت هناك أم وأب، فالزوج يأخذ نصيبه، وبالتالي تأخذ الأم ثلث الباقي، ومقداره الربع، ومقداره السدس، ويأخذ الأب الثلث. فهذه أحوال ميراث الأم من ابنتها، فالمقصود أن الأم ترث من ابنتها المتزوجة على كل حال، مع اختلاف مقدار نصيبها بحسب اختلاف الأحوال المحيطة بها. نعم، أثابكم الله. هذا يقول: بعد أداء العمرة هل يجوز أن أعتمر عن والدتي وخالتي بنفس الرحلة؟ الأولى بالإنسان ألا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضوان الله عليهم، فهذا هو الأفضل وهو المستحب في حق من قدم بعمرة إلى مكة.
وأنه لا يستحب له أن يأتي بعمرة أخرى، ويمكنه أن ينفع والدته وخالته بالأدعية التي يصل إليهم أثرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم الولد الصالح الذي يدعو له. وقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. والدعاء لهم أحب إلى الله وأعظم أجرا وأكثر ثوابا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نتوقف مع هذا الفاصل ونعود بإذن الله تعالى. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على بركة الله. هذا السائل يا شيخ سعد يقول: بارك الله فيكم، يرغب منكم شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الأعمال الفاضلة، فقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، أي ألا أرشدكم إلى عمل يكون إقدامكم عليه سببا من أسباب إزالة ذنوبكم ومعاصيكم وغفلتكم، ويرفع به الدرجات، يكون سببا من أسباب علو درجاتكم في جنان الخلد. فطلب الصحابة معرفة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، أي التحقق اليقيني من وصول الماء إلى كل جزء يسير من أجزاء أعضاء الوضوء، بحيث يتحقق أنه لم يترك شيئا من أعضاء وضوئه. وقوله على المكاره يعني في أوقات الشدائد التي يشتد على الناس فيها استعمال الماء، سواء كان ذلك في أوقات البرد الشديد الذي يتحرز الإنسان فيه من الإكثار من استعمال الماء، أو كان ذلك حال المرض أو حال المشقة على الإنسان. فإسباغ الوضوء على المكاره عمل عظيم، وذكر من الأعمال التي في ذلك ما يتعلق بكثرة الخطى إلى المساجد، أي بأن يكون مواظبا على أداء الصلاة في المسجد، فإن هذا من أسباب مغفرة الله جل وعلا لذنوب العبد، ومن أسباب رفعة درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. وأما الأمر الآخر مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي إذا فرغ الإنسان من صلاته بقي في مسجده ينتظر الصلاة الأخرى، يذكر الله جل وعلا حتى ينادى فيه للصلاة الأخرى. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط. قد قال طائفة بأن المراد به أن من يفعل ذلك يكون له أجر المرابط، والمرابط هو الذي حبس نفسه في الثغور من أجل الاستعداد للعدو متى أراد سوءا أو شرا بالإسلام وأهل الإسلام. فهذا عمل جليل وعمل صالح. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد إذا فرغ من صلاته مع الجماعة فإن الملائكة تدعو له وتثني عليه وتستغفر له ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يتكلم.
أثابكم الله. سائل آخر يقول: والدتي مريضة ويشق عليها التنقل والسفر بسبب أمراض القلب والركب، لكنها ترغب في أداء العمرة، فهل يجوز لي أداء العمرة عن والدتي؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن الإتيان بالعمرة، ما لضعفه في بدنه أو عدم قدرته على المشي أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقوم أحد من الناس بأداء النسك من حج أو عمرة عنه، ويكون أجرها بإذن الله عز وجل لمن تم الحج عنه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. ومن ثم فمثل هذا العمل وهو العمرة تدخله النيابة، ولكن من أردنا أن نعتمر عنه وكان حيا فلا بد من استئذانه في ذلك. أحسن الله إليكم. السائل يقول: سافرت من جازان إلى مكة المكرمة وحصل خطأ في طريقة الحجز لأداء العمرة جهلا مني، فخلعنا الإحرام ورجعنا إلى جازان، ثم حجزنا موعدا جديدا بعد 15 يوما، فماذا علينا؟ على الإنسان أن يتحرز في أدائه للعبادات بحيث يسلك أسلم الطرق مما تطمئن معه شآبيب قلبه عن أن ذلك الطريق موصل لتلك الطاعة. ومن ذلك ما يتعلق بالعمرة، فقبل ذهاب الإنسان إلى العمرة عليه أن يتأكد من ترتيب الأمور، سواء فيما يتعلق بوسيلة النقل التي سيأتي بها إلى مكة، أو ما يتعلق بأوراقه الثبوتية وقدرته على تجاوز المحال، فهذه لا بد من مراعاتها. ومما يراعى في هذا أخذ التصاريح اللازمة لأداء النسك، ومن فضل الله عز وجل أن أخذ التصاريح من الأمور السهلة اليسيرة. وبالتالي فإن العبد قبل أن يذهب للعمرة عليه أن يبذل الأسباب المؤدية لقدرته على أداء النسك. أما من قدم من مدينة بعيدة ويريد النسك لكنه لم يحصل على التصريح الذي يمكن به الإنسان من العمرة، فإنه إن كان قد اشترط في أول إحرامه أنه يجوز له التحلل عند وجود ما يعرض له، فإنه لا بأس أن يتحلل ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا لم يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك ما اشترطت على ربك. أما إذا لم يشترط فالأصل أن يبقى على إحرامه وألا يخلع ذلك الإحرام. وإذا كان يتمكن من العمرة بعد 10 أيام 15 يوما يبقى على إحرامه. ولو قدر أنه خلع إحرامه ونوى التحلل، فإنه حينئذ يقال له: قد أخطأت في هذا، وما فعلته من أفعال يجب عليك أن تدفع فديتها، ما فعلته من أفعال من محظورات الإحرام فإنه يجب عليك أن تدفع فديتها، ويلزمك أيضا أن تأتي بعمرة أخرى أو بتكملة لعمرتك الأولى. وما دمتم قد اعتمرتم عمرة أخرى فإن تلك العمرة الثانية مجزئة، ولا يلزمك حينئذ أن تفعل أو عمرة جديدة غير العمرة السابقة. أثابكم الله. في حال نزول الأمطار، ما هي الأدعية المستحبة وما هي أيضا السنن في ذلك من خروج إلى رؤية الأمطار وغيره؟ رؤية نزول الأمطار نعمة من الله جل وعلا على عباده. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، وقال: هو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به.
ومن هنا فإننا نشكر الله على نعمة نزول الأمطار، ونثني عليه سبحانه وتعالى بهذه المنة. وقد أخبر الله جل وعلا أن العباد متى نزلت عليهم الأمطار إذا هم يستبشرون. ومن ثم نستشعر مقدار هذه النعمة. وهناك أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يقول الإنسان اللهم صيبا نافعا، ومن ذلك أن ينسب هذه النعمة إلى الله جل وعلا فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وبذلك يكون الإنسان محققا للسنة في هذا الباب. نعم بارك الله فيكم. ما حكم صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام؟ يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة المستحبة وهو جالس مع قدرته على القيام، ويكون له نصف الأجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم وأجبتم على أسئلة المشاهدين الكرام. بارك الله فيكم معالي الشيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لإخوة الذين يشاهدوننا التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون هذا اللقاء من فنيين على اختلاف أعمالهم التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم سعداء في كل أمورهم، وأن ييسر لهم أمورهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أعمالهم وفي جميع أحوالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي أجاب عن أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.